هل تعرفي أن الحياة أكثر جمالاً بعد الزواج؟ وهذا واحد من أكبر المسؤوليات علينا كوالدين. نعم يا أمي، أنا أفهم ذلك. وأنا ووالدك نريد أن نعلن عن شيء مميز اليوم. ما هو؟ أنا متحمسة، رجاءً أخبريني. نحن سعداء بقرب موعد زواجك، ونتمنى لك حياة سعيدة مع زوجك، وأن يرزقكم الله الذرية الصالحة. أنا أيضاً في قمة السعادة، شكراً لك يا أمي، شكراً يا أبي. حان الوقت الآن لنبدأ بالاحتفال بزواجك. العائلة تبدأ مع ذرية. تابعونا لمزيد من الفيديوهات.